يا هلا بك، مساء الخير. في البداية أستاذ حسان، شركة أنعام يعني يمكن تكون من أشهر الشركات اللي موجودة في السوق من خلال سهم تداول والمضاربة وسهم أوقف لأسباب مالية ثم رجع مرة ثانية بعد ما عملت هيكلة وتصحيح من جديد. ماذا تغير بعد إعادة أنعام للتداول؟ إيش الجديد اللي نقول بدأت فيه شركة أنعام لكي تنطلق انطلاقة يعني نقول مختلفة؟ سؤال مفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أرحب بكم وشكرا على استضافتي. حقيقة البداية قبل ما يعاد السهم للتداول، وكانت البداية الفعلية لشركة أنعام يوم تولى سمو الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي رئاسة المجلس. عفوا، لأنه حقيقة في هذا الوقت كانت الشركة تمر بأزمة كبيرة، وكانت الشركة عندها خسائر غير معلنة في حدود 90% من رأس المال، غير معلنة. نعم، يعني الأوراق مش مضبوطة، يعني ما أقول ما هي مضبوطة، ولكن كانت طريقة التقديم كانت يعني ما هي دقيقة. وبالتالي لما جاء سمو الأمير كان عنده خيارين، إما يستمر في الماضي أو يتطلع إلى المستقبل، وكان القرار بالنسبة له ما يحتاج يعني تردد. أعلن صراحة بالتنسيق مع هيئة سوق المال إنه عندنا خسائر كبيرة تعادل 90% من رأس المال، وكانت أول شركة في المملكة حتى يمكن قبل ما تسير الانتكاسة المالية في أمريكا وفي أوروبا 2008 كانت أول شركة تتجه إلى تخفيض رأس مالها لإطفاء الخسائر. انتقد سمو الأمير في ديك المرحلة كثير، ولكن حقيقة كان رجل ذو فكر وذو رؤية بعيدة، وأصر على هذا الموقف حتى لو كان يتطلب الأمر أنه يتم إيقافها عن التداول. بالفعل تم إيقافها عن التداول حفاظا على حقوق المساهمين، لأنه خسائر 90% يعني كان رأس مالها أعتقد 1.2 مليار. صحيح، وتم تخفيضه إلى 109 مليون. هذه كانت حقيقة أنا أعتقد أن هي هذه البداية الفعلية. الفترة اللي كانت لاحقة لإيقاف التداول كانت فترة إعادة يعني النظر في أو معرفة البيت من الداخل، وإعادة هيكلة البيت من الداخل، ولكنها كانت مؤقتة. يعني أخذ من الأمير حوالي 2 سنين لأنه يعيد الهيكلة من الداخل بطريقة بسيطة، وأنه يعيد الشركة إلى الربحية، ولكن الربحية الضعيفة وليست الربحية القوية. طيب عشان قبل ما نكمل، إيش كان مشكلة الشركة؟ يعني إيش فيها من الداخل؟ إيش مشكلتها يعني؟ مع أنه ما شاء الله اقتصادنا قوي، اقتصاد يستهلك بشكل عالي، خاصة أنه كان مجالها في المواشي تقريبا. يمكن أنت شفت الهيستوري حقها والماضي حقها، مع أنه كل المحفزات قوية، لكن كانت الشركة تستمر في خسائر وخسائر. هل هي مشكلة إدارة، مشكلة تشغيل، مشكلة مين؟ يعني شوف، أنا ولد اليوم، طيب. أبدا ما أحب أنتقد إلا قبلي، ما نبغى ننتقد، إحنا نبغى نعرف بس أسباب. بس يعني مهما قلت من أسباب، مش حوارنا شخصي، إحنا حوارنا على العمل يعني. نعم، يعني أعتقد جزء منها قد يكون عدم التوفيق في البيع والشراء، فقد يجوا في فترة يشتروا بسعر المواشي مثلا ويبيعوها بسعر، قد يكون مثلا عدم توفيق في الموظفين اللي كانوا أو البعض، قد يكون عدم توفيق في المشاكل اللي صارت من مثلا أمراض قد تلحق بالمواشي وإعدامها، يعني في أمور كثيرة. عفوا، ولكن أنا دائما أتفادى إني أدخل في انتقاد شخص معين أو إدارة معينة. ليش؟ لأنه كلنا خطائين، يعني كلنا عندنا معرضين للخطأ والصواب. لكن يعني أوكي، نتجاوز هذه، هتكلم على مسألة الشركة بعد ما عادت للتداول. إيش الخطط الأولى اللي وضعتها الشركة عشان نقول تبدأ بصفحات جديدة وعمل جديد؟ إيش اللي يعني نقول بدأت تخطوها للأمام؟ أهم خطوة كان اتخذها الأمير إنه إيجاد إدارة متفرغة قد يكون عندها القدرة على تنمية الشركة.
طبعا انا ما اقول اني انا القادر، ولكن اقول قد يكون، وطبعا زي ما قلت لك يعني هذه حظوظ. فسمو الامير عيني على اساس اني اشوف او أنت ابدا بدأت بأول في اول يناير يناير 10 2010. 2010 صحيح. أوكي، فكان عشان يعرف المشاهد. نعم، في 1 يناير 2010، في 1 يناير 2010 كنا نحن بدايه سنه ميلاديه ماليه جديده، وكنا خسرانين في السنه اللي قبلها 8 مليون، وكانت مبيعاتنا في حدود الـ50، او الرقم عندك يمكن اكثر ادق مني، ولكن في حدود الـ50، يعني 55 او 60 مليون. اللي عندي تقريبا 65 مليون. 65 مليون في نهايه 2009 بخسائر كانت معلنه ب 8 مليون ريال. فكان الهدف الاساسي انه اللي وضعه سمو الامير لنا انه نحن نبدا نعيد هيكلة الشركة من الداخل، نبدأ نحولها من شركة خسرانة إلى شركة أولا تربح، لكن الأهم من الربحية أن يكون فيها أنشطة فعلية تنمو. هذا كان حقيقة تحدي كبير بالنسبة لنا. نتعدى هذه المرحلة ونبدأ إلى مرحلة الاتزان والنمو، نبدأ نفكر في المرحلة الثانية اللي هو تنويع مصادر الدخل، زيادة رأس المال، تكبير حجم الشركة مرات كثيرة، المساهمين وإعادة الأرباح لهم ورأس المال وخلافه، سواء أرباح نقدية، أرباح عن طريق الأسهم، مش مهم، المهم إنه يعني في أساسيات صارت في العمل. على في رأسها يجي المساهم، كيف هذا المساهم اللي خسر أغلب رأس ماله كيف نقدر نعوض له رأس ماله؟ هذا كان التوجه الأساسي عندنا. طيب الحين الآن الشركة صار يعني تركتوا أنتم بعض الأنشطة اللي سببت لكم خسائر أو الأنشطة نقول الخاسرة. نعم. مثل بيع المواشي بطلتوها الحين. أول قرار اتخذه سمو الأمير إيقاف تجارة المواشي وإيقاف تجارة النقل البحري. يعني هذه انتهت. 100%. طيب خلينا نقول الآن وش نشاط الشركة الآن؟ استلمنا الشركة بنشاطين أساسيين. واحد اللي هو تجارة المواد الغذائية المجمدة، نستورد من الخارج ونبيع بالجملة، اللي يعني تاجر جملة، تجار جملة لا أكثر ولا أقل، نجيب ونبيع. وكان اعتماد الشركة يتجاوز 82% على الدجاج المجمد، فيعني كانت إشكال بالنسبة لنا كبير، لأنه بتوضع كل البيض في سلة واحدة تقريبا، اللي هو نشاط واحد اللي هو بيع المنتجات المجمدة، المجمدة دجاج. ويمكن 18% تتنوع ما بين أسماك لحوم، ولكن لا تذكر. طيب سوق الدجاج، الدجاج عبارة عن يسموه الكوموديتي أو السلع، السلعة، شكرا. السلعة يوم زي طالعة ويوم نازلة، فكانت تشكل لنا يعني إزعاج كبير ومخاطر كبيرة. فكان الهدف عفوا إنه نبدأ نقلل اعتمادنا على الدجاج، وفي نفس الوقت نضيف أو ندخل منتجات وسلع ذات قيمة إضافية. رقم واحد. رقم اثنين، كنا نبيع بالجملة، وهذا خطير جدا، لأن الجملة بيعها عالي المفترض، ولكن ربحيتها قليلة. تعتمدون على التيرنوفر. التيرنوفر، فكان يعني هذا كمان شيء يعني ما يعتبر انه شيء علمي نقدر نعتمد عليه، فكان لازم ندخل قنوات البيع المختلفه. فادخلنا نظام خدمه المطاعم والفنادق او ما يسمى الفود سيرفيس. ادخلنا نظام كيف خدمه يعني توصلوها يعني؟ نبيع اللي انت عارف عند شركات الاعاشه مثلا، شركات المقاولات اللي عندهم عشرات الالاف، شركات التغذيه، التغذيه. فنوصل لهم هول سيل الجمله، ولكن جملة ليست جملة الجملة، ولكن جملة القطاعي أو المباشرة، الجملة المباشرة اللي هم لشركات الإعاشة والفنادق وخلافه. هذه تتميز بعائدها المالي الأفضل من تجارة الجملة. فأدخلنا هذا النشاط، وأدخلنا النشاط كمان اللي يعطينا يعني انتشار سريع ولو إنه ربحيته قليلة إذا ما كان تكاد تنعدم الربحية، اللي هي الهايبر والسوبر ماركت. فدخلنا في قطاع التجزئة للمستهلك النهائي، وما يتبعه من إعلانات والبروموشنز هذه اللي يسووها الحملات الترويجية في الهايبر. شو براد يستخدمونه نفسه؟ نعم.
عندنا الدجاج. لا براند ايش يستخدمون؟ الدجاج نحن وكلاء حصريين في المملكه لتيلي الفرنسيه. فنحن وهذا من انواع يعني من الدجاج الممتاز في المملكه. وعندنا خضار تخصنا يعني، لكن البراند اللي هو اكثر براند معروف عندنا تيلي. تيلي يعني. نعم. طيب في نقطه بس انا يعني استذكرتها اللي هي رخصه المواشي، ما كل احد ياخذها صح؟ نعم. طيب وين وديتوا الرخصه؟ لها قيمه. ما اعرف بكل امانه، لانه يعني كانت في الفتره الا سبقت ايش اسمه الفتره حقتي انا. فما اعرف. طيب لانه انا اعرف انه رخصه يعني شراء المواشي او استيرادها والى اخره مو سهله يعني. صحيح. بالتالي هي تحصل يعني بطريقه صعبه. طيب خليني اتكلم على أداء الشركة من بعد ما أنتوا بدأ بالإدراج في السوق، أوكي؟ هل تشوفوا أنتوا حققتوا أهدافكم ولا أنتوا لازلتوا في خطوات حققتوا 10% 20% ولا أنتوا كيف الرسم للمستقبل في عملية أداء الشركة من بعد العودة لإدراج الشركة؟ أنا دائما أجاوب على هذا السؤال، أقول أنا أعتبر نفسي في الخطوة الأولى من في السلم. عفوا، لأنه بناء الشركة لا يعتمد فقط على زيادة مبيعاتها وأرباحها، بناء الشركة يعتمد على وضع القوانين، وضع الأنظمة، الإدارة، الأنظمة الإدارية المالية المحاسبية، فتح الفروع، تنويع الأنشطة. فعندنا يعني تحدي كبير جدا. بدأنا أنا أسميها سياسة مش الهاوية ولكنها سياسة التحدي. تحدي مع مين؟ التحدي مع النفس. أوكي. طيب إنه كل هذه المعوقات اللي عندنا كان لازم نثبت نفسنا إنه نحن قادرين على إنه ننمو، قادرين نغير الشركة من شركة خسرانة إلى شركة إن شاء الله قد تصبح من الشركات الرائدة في المملكة. طيب إيش أهدافكم البعيدة؟ أهدافنا البعيدة إنه نصير لاعب أساسي، وراء ما أقول الأكبر لأنه لا يهم ما يهمنا إطلاقا، ولكن لاعب أساسي وفي القطاع الغذائي بشقيه المجمد والثلاثة المجمد والمبرد والجاف. هذا يعني توجه أساسي بالنسبة لنا. ما تطمحون أن يكون عندكم محلات ومراكز تجارية زي ما يصير في هايبر باندا، العثيم، دانوب؟ إطلاقا لا. مجرد أنتم تجار كوميونيتي. نعم، التخصص مهم، ويعني اللي يحاول يشارك الناس في رزقهم أبدا ما ينجح. نحن ناس أو شركة متخصصة في تجارة المواد الغذائية، بتنمو بنمو هائل وسريع، فنبقى نتخصص في هذا الشيء، ولكن نقننه ونطوره، نضيف أصناف جديدة وخلافه. هذا نشاط يعني نحن مركزين عليه، ونتواجد في كافة مدن المملكة الأساسية. وبالتالي لما أنا استلمت إدارة الشركة كان عندنا فرعين أساسيين في جدة وفي الرياض. الآن عندي ثلاجات بالإضافة إلى جدة والرياض في الدمام ومكة وخميس مشيط. فبالتالي صار عندنا تواجد في كل المناطق الأساسية في المملكة. طيب هل وجدتوا في فجوة في السوق السعودي؟ يعني أنا أعرف أنه الآن المنتج الوطني في الدواجن يصل إلى 55%، وصحح لي إذا في غلط، يعني لا في فجوة في استيراد 45%. طيب ليش ما توسعتوا في الاستثمار من خلال شراكات داخلية في الدواجن مثلا، باعتبار هناك ميزة نسبية داخلية هنا وفي دعم مثلا للعلاف، في مثلا ميزة نسبية دعم في الأراضي الزراعية باعتبار أن هذه أماكن هي عملية تربية الدواجن وإلى آخره، أنه في طلب عالي في نمو عالي فالاستيراد أوكي شيء إيجابي وجيد، لكن هناك ميزة داخلية أيضا داخلية من خلال الشركات اللي لها خبرة كبيرة بعدها 40 سنة بعدها 30 سنة. نقطة مهمة جدا، ولكن